على شادا اف ام مكملين دائما مباشره ونمشيو معكم اللحظه السيليبريتي نيوز. توت لاكتو ديال المشاهير اللي عزاز عليكم سيليبريتي نيوز على شادا اف ام. غادي نبداو لي سيليبريتي نيوز ديالنا اليوم رشيد مع الممثل المغربي هشام الوالي اللي عبر على السياء الكبير ديالو للوضع الصحي المتدهور اللي تعرفه الممثل عبد الله العمراني من بعد ما ساءت الحاله الصحيه ديالو. وندد الفنان بما تيتعرض له العديد من رواد الفن المغربي وخاص بالذكر الممثل عبد الله العمراني اللي كيعيش حاليا فتره عصيبه موجها اللوم للمسؤولين على القطاع والجهات الوصيه اللي كيهملوا نخبه من الفنانين دون ادنى اعتبار او اهتمام وفق التعبير ديالو. واشار الوالي في تدوينه ليه ان كاين بزاف ديال الفنانين المغاربه اللي قدموا شيء الكثير للفن والبلد وكان الهدف الوحيد ديالهم انهم يساعدوا الاخرين، لكن الخطوات ديالهم قوبلت بالخذلان. وكتجدر الاشاره الى ان مجموعه من الفنانين المغاربه تعانيوا من امراض مزمنه دون اي اهتمام او تدخل من طرف الجهات المعنيه من بينهم حميد الزاهر. وحنا بدورنا طاقم فريق رشيد دون لو سيديس تنتمنوا الشفاء العاجل لجميع هاد الفنانين. فوالا والسلام عليكم. غادي نحاول وزاره الثقافه عفاكم علي سي بلي. خبر ثانية، خبر ثانية رشيد، غادي ننتقلوا جميع البحرين حيث ان اثارت الفنانة الشهيرة المهرة البحرينية جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي من بعد التصريحات الاخيرة ديالها على العاملات او المساعدات المنزليات اللي نعتتهم انهم ماشي ذكيات. وقالت المهرة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق سناب شات، كون كانت الشغالة ذكية او كتفكر شوية كان الشغلات مهندسة او الشغلات شي حاجة اخرى. واثارت هذه التصريحات كاين شي وحدين زعما وحق الله ما عرفتش كيفاش كيديروا لها. كمل كمل. واثارت هذه التصريحات غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور ديالها اللي وجهوا لها انتقادات كبيره، معتبرين ان هاد الاهانات هادو ما تتليقش بفنانه بالحجم ديالها وطالبوها بالاعتذار الرسمي والتراجع عليها. ما فهمتهمش انا، عرفتي انا بالنسبه لي الناس اللي كتمشي كتكلم على هذه الطبقه هذه وسختوها الطبقه مساكن كتكون ضعيفه ما فحالهاش، فوالا الحل الوحيد عندها انها تخدم هذيك الخدمه. الخدمه ماشي واحد اخر كيبين العضلات ديالو سبب ديك هاد السيده هذه ضعيفه بزاف وما عندها لا شخصيه لا والو، لانه كان يمكن لها تتكلم في حوايج اخرين اللي هما بلوز انتريسون. ما عليناش. واخيرا رشيد وليس اخيرا، قرر النجم التركي خالد ارجينش المعروف في العالم العربي بالسلطان سليمان العوده لمجال التمثيل من بعد ما قرر انه يتوقف مؤقتا من خلال المشاركه في الفيلم السينمائي المصري كازابلانكا اللي غيتصور بعض المشاهد ديالو في مدينه الدار البيضاء. وحسب ما ذكرت الصحافه التركيه فان خالد تلقى مبلغ خيالي من اجل قبول المشاركه في هذا الفيلم وصل الى مليار سنتيم مغربي، وانه هو اللي غادي يجسد وغيلعب بالدور الرئيسي. احداث الفيلم غادي تدور في واحد الطابع تيمزج ما بين لاكسيون ولا كوميدي وغادي يكون من انتاج المصري وليد منصور. فريق عمل الفيلم حط الرحال ديالو في المغرب مؤخرا من اجل معاينه اماكن تصوير، حيث انه غيتم تصوير اولا في مصر ومن بعدها غينتقلوا لمدينه الدار البيضاء. وغادي يشارك في العمل كل من المصري امير كرارة، السوري باسل خياط، والمفاجاه ان المغربي محمد مفتاح حتى هو في بارتي من طاقم عمل الفيلم. فوالا وتحيه لطيف الحال سي محمد مفتاح، لانه واحد الشخصيه اللي انا بعدا عز عليا داك السيد كنتصط عليه. ميرسي بوكو ميما. هذه 49 دقيقه كانت هذه لي سيليبريتي نيوز.